قال أبو مسلم رضوان الله تعالى عليه ورحماته في نهروانيته: سميري وهل للمستهام سمير، تنام وبرق الأبرقين سهير، تمزق أحشاء الرباب نصاله، وقلبي بهاتيك النصال فطير. تطاير مرفض الصحائف في الملا، لهن انطواء دائب ونشور. يهلهل في الآفاق ريطا موردا، طوال الحواشي مكثهن قصير. بمنتحبات مرزمات يحثها، حداء النعامى دمعهن غزير. تنبه سميري نسأل البرق سقيه، لربع عفته شمأل ودبور. ذكرت به عهدا حميدا قضيته، وذو الحزن بالتذكار ويك أسير. لي الويل هلا أرعوي عن مهالكي، أما في المنايا واعظ، أما في المنايا واعظ ونذير. وأتمرح إن شاهدت نعشا لهالك، إليك أكف الحاملين تشير. ستركب ذاك المركب الوعر ساعة، إلى حيث سار الأولون تسير. نقي من غبار الأرض بيض ثيابنا، وتلك رفات الهالكين تطيرون.